تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرة إيطالية تحمل عددا من المساعدات الإنسانية والغذائية، بالإضافة لاستقبال معبر رفح البري لعدد من المصابين والجرحى ومرافقيهم. المزيد يستعرضه معنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في محافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. بالحديث عن مدينة العريش وهي المحطة الأولى في تجهيز هذه المساعدات، اليوم نتابع العمل كالعادة للمخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر وخلية المتطوعين الموجودين الذين استقبلوا اليوم عدد من الشاحنات القادمة من القاهرة، عدد من شاحنات المساعدات قاموا بتفريغها ولتجهيزها على شاحنات أخرى وفق الإجراءات المتبعة التنظيمية لإرسالها إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة، بالتوازي مع المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر مطار العريش الذي استقبل اليوم طائرة قادمة من إيطاليا مقدمة من هيئة الأغذية العالمي على متنها 6 أطنان من المواد الغذائية، استلمها بالفعل الهلال الأحمر المصري وقاموا بتفريغ هذه الأطنان وإرسالها أيضا إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. على الجانب الآخر، لازال أيضا ميناء العريش يواصل المساعدات الإنسانية التي يتم تفريغها من السفينة التركية الموجودة في ميناء العريش، بالإضافة أيضا إلى أن المستشفى العائم الإماراتي لازال يستقبل أعداد من المصابين والجرحى في السفينة الموجودة في ميناء العريش. على الجانب الآخر، كنا نتابع أيضا صباح هذا اليوم الحركة المتزايدة لعدد الشاحنات أمام بوابة معبر رفح ودخول 153 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، ثم 12 شاحنة إلى منفذ العوجة، منها 11 شاحنة تابعة لدولة الإمارات الشقيقة، بالإضافة بالطبع إلى دخول 4 شاحنات للغاز. هذا ويواصل أيضا معبر رفح يعني استقبال المصابين والجرحى حتى هذه اللحظة، أو منذ قليل خرج عدد من المصابين ربما يقدر بأكثر من 10 مصابين، بالإضافة إلى المرافقين وخروج عدد أيضا من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. أيضا في كل المسارات يتم الاستمرار في تجهيز المساعدات المختلفة، وربما قرب الانتهاء من تجهيز المطبخ الدائم الذي سيكون في مدينة الشيخ زويد، والذي يعني على قرب شهر رمضان سيكون هناك بعض الوجبات التي ستكون من خلال هذا المطبخ الدائم وسترسل إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال بالطبع يعني كل الجهات المعنية وأيضا منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذين يقومون بالعمل المستمر والمتواصل جنبا إلى جنب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. عامة الصورة تشير إلى حجم كبير من المساعدات سواء هنا في مدينة العريش أو حتى في الساحة المخصصة للشاحنات أمام معبر رفح، وأيضا الشاحنات الموجودة أمام بوابة معبر رفح للدخول تباعا من خلال هذه البوابة لتقديم كل هذه المساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وأيضا معبر رفح البري. عودة إليكم مرة أخرى.